اهلا بكم اعزائي المشاهدين. فيديو النهارده جبت لكم انواع خاصه من الفلوكس، نوع للستانلس ستيل ونوع تاني للالومنيوم. الستانلس ستيل والالومنيوم ليهم طريقه خاصه في اللحام بالقصدير، وبيكون اللحام صعب لانه محتاج درجات حراره عاليه ومحتاج ظروف خاصه، لذلك لازم نستخدم مساعد لحام او فلوكس. هنجرب النهارده لحام الالومنيوم ولحام الستانلس ستيل او النيكل، وبالاخص في بطاريات الليثيوم ايون، لان طبعا بطاريات الليثيوم ايون عارفين ان هي بتتاثر بدرجات الحراره، ولو اتاخرت في اللحام وسخنت كتير على البطاريه ممكن تنفجر، وطبعا ده بيمثل خطوره. اذا الحل الوحيد للحام بطاريات الليثيوم اما استخدام فلوكس كويس يساعدك في اللحام بسرعه، او استخدام اللحام الكهربي او السبوت ويلدنج. فالنهارده هنجرب اللحام على النيكل او ستانلس ستيل وبطاريات الليثيوم ايون واللحام في الالومنيوم. تابعونا بعد الفاصل. انواع الفلاكس دي من شركه لامباترونكس، سيب لكم روابط الشراء في تعليق مثبت، وتعالوا مع بعض نجرب. اولا في لحامات النهارده لازم نستخدم كاويه تكون درجه حرارتها اعلى من 400 درجه. طيب هنستخدم النيكل او الستانلس ستيل على بطاريه ليثيوم ولحام سلك الومنيوم. طبعا في بعض الاصدقاء يجربوا اللحام على الهيت سينك، انا لا انصح باللحام في الهيت سينك لسبب بسيط، لان الهيت سينك وظيفتها تشتيت الحراره او تبديد الحراره، وبالتالي لو عندك كاويه 100 واط او 200 واط ممكن تلحم في الهيت سينك. ولكن لو الكاويه بتاعتك زي الكاويه اللي عندي 60 واط فقط، فمش هنقدر نلحم في الهيت سينك، لان الهيت سينك بتبدد حراره الكاويه وبتنخفض حراره الكاويه مباشره من ال 400 لل 300 درجه، وبالتالي مش هنقدر نلحم في الهيت سينك. جبت لكم النهارده سلك الومنيوم وهنجرب نلحم فيه، وهنشوف جزء فيه فلكس وجزء ما فيهوش فلكس، وهنشوف فعاليه فلكس الالومنيوم. طبعا المفروض في الاول بنصنفر الجزء اللي هنلحمه، لان الالومنيوم بيتاكسد بسرعه في الهواء الجوي، ولازم تكون الكاوية أعلى من 400 درجة، ويفضل تكون 60 واط أو أعلى. ثالثا لازم تستمر الكاوية حتى بعد انصهار القصدير أكثر من 20 ثانية عشان يثبت اللحام على الألومنيوم. كمان تستخدم نوع قصدير كويس. أعتقد دي كل حاجة ممكن أقولها على لحام الألومنيوم. تعالوا مع بعض نشوف لحام الألومنيوم. في الأول هصنفر السلك بالشكل ده، نرج الفلوكس، هضع جزء من الفلوكس على بداية السلك، وهنجهز السلك. سلك النحاس اللي هنلحمه في سلك الألومنيوم لازم ياخد قصدير الأول، تمام كده. طيب تعالوا مع بعض نشوف اللحام. اول حاجه نثبت الكاويه على السلك عشان نسخنه زي ما حضراتكم شايفين كده، ونضع قصدير، نزود كميه القصدير وننتظر. ده الجزء اللي عليه الفلكس. تعال نشوف مع بعض، هنمشي كده الكاويه، الجزء اللي مفهوش فلكس طبعا ايه زي ما حضراتكم شايفين مش واخد قصدير، الجزء اللي هنا طبعا الالومنيوم مش هيثبت عليه القصدير بدون فلكس. طيب عشان نتأكد من جودة اللحام هنلحم السلك ونختبر اختبار الشد. اعتقد كده اللحام ثبت، طبعا برد بسرعة لانه الومنيوم، شايفين حضراتكم اللحام. اعتقد الالومنيوم شرب القصدير كويس، لان شايفين حضراتكم احنا كنا بنلحم في الجزء الاعلى ده
والقصدير نزل اهو على الجنب التاني، اذا لحام جيد. تعال نشوف مع بعض، شد اللحام كده، شايفين حضراتكم سلك سلك النحاس اتقطع وبقيه ماسك في الالومنيوم. اذا الفلكس ده ناجح 100%، ولكن بشروط، والشروط زي ما قلنا سخونة الكاوية وعلى قطع صغيرة من الألمنيوم، مش قطع كبيرة، لأن القطع الكبيرة بتمتص حرارة الكاوية مهما كانت درجة حرارتها ومهما كان الوات بتاعها. طيب النقطة التانية، تعالوا مع بعض نشوف لحام السلك في بطارية الليثيوم. ممكن حد من أصدقائنا يقول لي أنا بلحم القصدير في أقطاب البطاريات الليثيوم ومش بتقابلني أي مشاكل. هقول لك كلامك صحيح، ولكن مدة اللحام لازم هتكون أطول. فاحنا بنستخدم الفلكس مش فقط عشان القصدير يمسك في أقطاب البطارية، ولكن سرعة اللحام مهمة جدا، لأن زي ما قلنا بطاريات الليثيوم حساسة لدرجات الحرارة. طيب درجة حرارة الكاوية، هل لما أجي ألحم البطاريات الليثيوم تكون درجة حرارة الكاوية 300 درجة أو متوسطة، ولا 400 أو أعلى، يعني درجة حرارة قصوى؟ أنا أنصح شخصيا بدرجة حرارة قصوى. ليه؟ لأن درجة حرارة قصوى هتساعد على التصاق القصدير بسرعة في أقطاب البطارية، وبالتالي الحرارة مش هتلحق توصل للخلية من جوه. ولكن لو كاوية اللحام عندك درجة حرارتها ضعيفة، اللحام هيطول معاك، وبالتالي درجة الحرارة هتصل لداخل الخلية حتى لو 100 درجة خطر على البطارية. طيب ده شكل الفلاكس، لونه بني، وده اللي مكتوب عليه. طبعا روابط الشراء من شركة لامباترونيكس سيبها لكم في تعليق مثبت. وتعالوا مع بعض نشوف، نضع نقطة بالشكل ده، وزي ما قلنا الكاوية تكون سخنة، ونطهر السن. ناخد قصدير وناخد لبنة بسرعة اللحام، مش عايزين اللحام يستغرق أكتر من ثانية واحدة. تمام، تعالوا مع بعض ننزل بالكاوية ونشوف. ملاحظين حضراتكم ثانية واحدة فقط بمكوى سخنة، وزي ما حضراتكم شايفين شكل اللحام وانصهار القصدير بشكل ممتاز. طبعا هنا البطارية مفيش أي سخونة لأن ملحقناش نسخن الخلية. طيب تعالوا بقى نشوف قطعة السلك أهي اللي هنلحمها. هنزود قصدير على قطعة السلك، هنزود قصدير بالشكل ده عشان تكون جاهزة، وننضف سن الكاوية، نسخن على السلك قبل ما ننزل على الخلية، وننزل بالشكل ده ثانية واحدة ونرفق. زي ما حضراتكم شايفين اللحام ممتاز، وطبعا درجة حرارة الخلية ما كملناش 5 ثواني بعد اللحام ومفيش حرارة عالية على البطارية، وده الغرض من استخدام فلاكس النيكل او فلاكس الستانلستيل. وبكده نقدر نشتغل بامان في بطاريات الليثيوم واللحام في بطاريات الليثيوم. أتمنى يكون فيديو النهاردة عن نوعين الفلاكس أو الأنواع الخاصة من الفلاكس يكون فيديو مفيد، ويساعدكم استخدام الأنواع دي من الفلاكس في اللحامات الصعبة. وأتمنى كل اللي استفاد من فيديو النهاردة يدعمنا بلايك واشتراك في القناة لو أول مرة تتابعنا، وتفعيل زر الجرس، ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله. سلام.